آخر حاجة كانت إشارة بس، لأن إحنا كنا فتحنا هذا الملف وهو ملف يسري فودة واتهامه من قبل بعض العاملات في المحطة الألمانية دوتش فيلا. يعني في بيان صدر عن دوتش فيلا امبارح وتناقلته وكالات الأنباء، هو عبارة عن منشور داخلي. أنتوا عارفين الحكاية إن هو اتهم وبالتحرش بزميلاته، واتقال ان هو اتطرد من دوتش فيلا بسبب هذه الاتهامات، وطلع هو قال في يعني بوستات على صفحته على فيسبوك ان هو يرحب بالحرب وانه دي حرب مقصود بها تشويه وانه يتحدى وهو الى اخره. امبارح صدر هذا البيان المنشور الداخلي، ده الكلام اللي كتبه يسري قبل كده، اللي بيقول ان هو حرب وهو عارف انه مين اللي وراها وانه هيكشف اللعبة في الوقت المناسب. فوجئنا الحقيقة قبل ما يسري يكشف اللعبة في الوقت المناسب، فوجئنا ان دوتش فيلا بتقول في بيان ليها ونشرته وكالة الانباء الالمانية، بيقول ان احيطت ادارة دوتش فيلا علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة. التحقيق الذي اطلق على الفور اظهر ان الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على انها ذات مصداقية. المنشور كان فيه كلام كمان انه دوتش فيلا اتخذت بعد ذلك الاجراءات اللازمه موضحه الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دوتش فيلا، او انه هو ساب دوتش فيلا بقاله شويه. وبعدين المنشور فيه برضو انه خلال الكثير من المحادثات الشخصيه مع الموظفات والموظفين في الاقسام وهيئات التحرير، اوضح المدير العام ومديره اداره دوتش فيلا سياسه عدم التسامح مع وقائع التحرش الجنسي. اعتقد انه الملف اللي فتح ده بيان دوتش فيلا ده بيحط نقطة في اخر السطر. يسري فودة بعد صدور هذا البيان او هذا المنشور الداخلي ونشره على نطاق واسع، لم يعلق ولم يتحدث ولم يأتي على سيرة الحرب التي يخوضها او محاولة تشويهه او المؤامرة عليه، فبالنسبة لنا كده القضية دي اتقفلت الى ان يظهر فيها جديد. خلينا نطلع فاصل بقى وارجع للقضية الكبرى بتاعتنا، او القضية التي اراد الاعلام الاخواني المعادي الخصم ان يجعل منها قضية كبرى. ليه احنا قلنا انه ايمن نور ومحمد ناصر ومعتز مطر يستحقوا القتل واللي يشوفهم يقتلهم؟ كان قصدنا ايه وكنا عايزين ايه؟ والخيه اللي احنا عملناها للاعلام الاخواني ده بالاشاوس بتوعه وقعوا فيها ازاي؟ انا مشفق عليهم والله، واعتقد ان حضراتكم يعني هتشوفوا ما لم يتخيله احد عن هؤلاء بعد الفصل.